نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ تغريدة أشعلت حماس المتابعين حين كتب: الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير لقاء فوق الخيال. ومدير الفريق الكابتن خالد شنيف: إن شاء الله والتشكيلة غدا بيعلنها المدرب. وخالد: أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة. يلا الوعد يوم 19 مع كابتن الرياض سيتي. Very good. Thank you. Thank you, my brother. Thank you very much. يلا الوعد يوم 19 مع كابتن الرياض سيتي.